لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. موضة عم تلقى رواج واسع وهي الارتزانة والارتزانة والحرف اللبنانية مقدمة بطريقة مودرن. شو أسباب رواج هالترند وكيف يمكن التوفيق بين روح التحديث والتراث، بين التحريف والتحديث والتخريب والتشويه؟ إضاءة الليلة على ورشة كبرى عم تحصل ببيروت بعيدا عن الأضواء والاهتمام، هي ورشة عصرنة التراث اللبناني والعربي. بستقبل بهالفقرة مسؤولة الانتاج في الحرف اللبناني بالشمال رولا حيدر، اهلا وسهلا فيك. ومبتكر علامه لاروز دو سيم، لاروز دو سيم رجاء حبش، يا اهلا وسهلا فيك. بس شو يعني سيم؟ ما سيم لاروز دو سيم هي براند اخذت، هي سميت من وراء اهلي توفى الله يرحمهم، حبيت خلدهم لهم ثانك يو على كل شيء عملوا لنا اياه. كان اسمها ماري روز، هي هو كان اسمه سيمون، دونك اخذ روز وماري روز سيم دو سيمون، عملت لهم لاروز دو سيم وهيك طلعت فكره لاروز دو سيم. كثير منيح. لتوضيح عن شو عم نحكي بدايه بنتوقف مع زياره الى فرع المحترف اللبناني، الحرف اللبناني. كلهم بيقولوا المحترف، شو هي الاسم بغلط، الحرف اللبناني، الحرف اللبناني، بس نحن الارتيزان دي ليبان، الحرف اللبناني. نعم. زرنا فرعكم بالاشرفيه، خلينا نشوف شو عارضين للناس. دخلنا كتير اشياء حرفيه مع بعضها، مزجنا بين الخشب والنحاس، بين الخشب والزجاج النفخ، ودخلنا حتى النحاس اللي هو معروف انه هيدا ماتيريال يستعمل للجاط او للطبخ، بدنا ندخله بكتير اكسسوار مزينه للسيدات. صارت الاشياء بتشبهنا اكثر هلا، ما عادت بس بتشبه ماضينا. ساك اللي كانت تنبسط قبل فيه الست انه يكون عليه البراند الكبيره، هلا صارت لا، بنلاقيها عم تطلع على كل جزدين تقدر تحمله يكون عليه خط عربي، اسم مدن عربيه، حتى السكارف صار كمان بيلبق معهم بهالطريقه هيدي. مشان هيك عم نلاحظ انه دائما عم نرجع لاصولنا بطريقه كثير مودرن. هاو شو قصته؟ شو؟ او هيك جسدين صغيرة؟ لا لا لا، هيدا امبلاج مشي، هيدا امبلاج كادو. بس مع ال بلشنا عم نحكي. اوكي. فكرة الساك دامبلاج واللي قلبه بفتكر بلخصوا موضوع كيف فينا نحدث حرف ونخلي ديزاينر يشتغلوا مع حرفيين تيطلعوا منتج مهم. منتج اللي عم بتشوفه هو الميموري ستيك، كان مسابقة بين تلاميذ جامعة اللبنانية الفنون الجميلة، جربنا ناخدهم على محترفات وعلى ورش عمل الحرفيين، وقلنا لهم جربوا خلقوا منتج. وطبعا التلاميذ بيكونوا بعد ما بيعرفوا طريقة الشغل وشو يعني ننقل من صورة، من فكرة لصورة لتنفيذ ولتصليح تطلع بجودة. فكانت الجائزة طلعت لتلميذة وتلميذ اخترعوا مع نجار بيشتغل بطرابلس بالخشب، ورجعنا طورنا شوي حتى الجودة تكون كمان منيحة، وطلع منتج بعدنا لهلا عم نبيعه لنا 3-4 سنين. وهيدي انت بتعتبريه رمز لهالحركة اللي عم بتصير؟ يعني هي اذا بدك مثل مثل كيف نحن فينا نحط بين المفكرين والمصممين والاشخاص اللي عندهم افكار، وبين ناس حاملين ارث ثقافي مهني وحرفي بعدهم موجودين. والحرف مش بنقول الحرف قديمه، هي الحرف مش قديمه، الحرف هي مهارات وتقنيات وناس عم تشتغل عمل يدوي بس بكميات يمكن محدده. هلا بنحكي اكثر بهذا الموضوع، بس كمان بدي ضوي على اللي بيعملوا رجا. رجا اذا يعني بتفرجيني لنفهمك ونعرف عن شو عم نحكي. هي انت بتشتغل على جزادين؟
نحن عندنا بلاغوس دوسيم عندنا اثنين سكشنز، البيجو الفاشن جولري والهاند باجز. الهاند باجز بلشنا فكرتها من شي 3.5 سنين تقريبا، اخذت شي 6 اللي هي اشهر وحده هيدي الباسبور. مزبوط، بس كله نسواني، ما عم تعملوا شيء رجالي. بلا عاملين رجالي، هلا عملنا ديجا لونشينج للاين رجالي جلد بس مش برنتد. نعم رح حطهم هدول حد رجا. نحن هلا عم نناقش موضوع تحديث التراث اللبناني، هل هو تحديث، هل هو تشويه، ادخاله بقصص عصريه وتقديمه بقالب عصري. وهذا الشيء عم نلاحظ انه في ورشه كبرى عم بتصير ببيروت بهذا الاتجاه. مزبوط. في ذوق عام عم يتكون كمان بهذا الاتجاه، خبرنا شو عم بيصير بالضبط. هي حتى بلشنا بالفكره بفكره لروز دوسيم، هي كرمال نوعي الشباب اللبناني على تراثنا يلي عم بيتهدم عم بيتكسر. دوك عملنا شيء بنقدر نحن نعمله بطريقه كثير مرتبه يلي هي الجزدان، لانه بيوصل المساج تبعنا. عم شوف هلا الصور تاخذوا فكره شوي على الكونسيبت تبعنا. دوك بلشنا كرمال نوعي، بلشنا بقصص عن بيروت القديمه، شوارعها، بيوت لبنان نرسمها على الجزدان، وصلنا للباسبور للجولد بليتد. هالقصص عم بتصير بلبنان موضه، فكره الجزدان عن لبنان، لانه بنعرف كل لبنانيه باتريوتيك بحبوا بلدهم بحبوا وطنهم. العالم اللي منا عايشه بلبنان او اللي عايشه بلبنان عم بيلاقوها شيء كثير فانكي ترندي، مشان هيك عم بتلاقي رواج عم بحبوها عم بشجعوها كثير اللبنانيه. طيب شغله تراثيه هالقد او وطنيه، يعني حتى الباسبور بطل هيك شكله، لانه كيف عم تقدروا تحولوها لشيء ترندي وفانكي؟ هي بالفينشينج، بالديزاين اللي عم نرسمه نحن، بالماتيريالز عم نحطهم، بالكاتس اللي عم نستعملها بطريقه كثير مودرن، عم نعمل قصص قديمه بطريقه كثير فيها انه فيها تاتش مودرنيزاسيون، عم بحبب اكثر العالم انه شيء جديد مع شيء قديم. وعم تشتغل على ذاكره اكثر شيء ذاكرت شو ستينات خمسينات؟ في عنا قصص من ثلاثينات، صور لصخره روشه بال 1918 وقت بلشنا البراند. نعم. لقصص عمرها بالخمسينات للستينات، في قصص هلا عاملينها، بس هلا عاملين هون كلوتش جديد، حاطين صوره بيروت القديمه مع كلمه توتوت على بيروت، حاطينهم السياره. نعم. دوك عم رجع العالم على حقبه قبل الحرب اللبنانيه. نعم. على نعم. مطرح ما هيك كان في، بتحس عن جد العالم حابه بعضها ومبسوطه. نعم. سترولا انتم يعني عم تقوموا بهيدا المشروع من سنوات طويله، وصرتوا مؤسسه عم تحيوا تراث بكثير من المناطق الريفيه اللبنانيه، وبتشتغلوا على ثياب، وبتشتغلوا على اكسسوارز، وبتشتغلوا على قصص بالبيت، يعني من الكبايه للسطل. صحيح. مين أكثر شيء عم بيحب وعم يشتري وعم يقبل؟ ليك خليني أقول، يعني انطلاقا من اللي كان عم بيقوله رجاء، الحرف هي مش ما بتموت إذا ضلينا نخلق لها يعني طرق استعمال ووجه استعمال الناس بتكون عم بتعوزه. يعني مثل ما أنك تقول الطبخ قديم، أنه الطبخ مش قديم والحرف مش قديمة، المواد يلي بتستعملها فيها والنظرة يلي بتخلي أنت عم بتشوف الغراض وتتخيلها وتطبيقها مع الحرفيين بخلوا أنه هالحرف من مختلف الأنواع والعيال. يعني إذا بتاخد عيلة المعادن، عيلة الصابون يلي هلأ عم نشوفها، عيلة كل القماش والتطريز يلي هي مثلا مشروع أمنا فيه عم بيشغل نساء بمنطقة عكار، هي تطريز تقنية قديمة اسمها الأغابانة، وكانت أكثر هيدي تقنية مشهورة بسوريا عم نشتغل فيها، وكان ينعمل بس شراشف. نعم. فنحن هيدا مثلا للكادو يلي هلأ كادو على ورق، حتى حطينا التطريزة. فأي حدا ما بيحب هذا الكيس اللي هلأ عم ببين كمان، هيدا تطريز الأغابانة. أي شخص ما بيحب أنه يهدي هدية. نعم. أو يستقبل ببيته. بس أنتوا بشغلكم أكثر من شغل رجا، عم تتدخلوا بالتراث اللبناني، يعني عم بتغيروا عم بتعصر منه. صحيح. التراث. صحيح. هل هيدا قد يأتي لخدمة التراث بأنه يستمر أكثر، يتطوع، يتعصرا. نعم. يدخل بالحياة اليومية تبع كل العالم، بس بنفس الوقت هل هنالك مثلا من يعترض، عم يعتبر أنه أنتم عم بتشوهوا التراث اللبناني؟ لك يعني خليني أقول أنه الحرف هي إرث ثقافي عالمي،
يعني اللي بيقول لي انه هيدي بس حرفه لبنانيه وتراثيه لبنانيه ومش موجوده بغير محل بيكون مغلط، بس الفرق انه بلبنان في النكهه اللبنانيه ان كان بالجوده وان كان بالذوق وان كان بطريقه التصنيع وان كان بعاداتنا نحن، يعني عادات الفرح والسهر وروحه البحر والسفر والاستقبال والهدايا، كل هيدي نحن بتسالني ليش بعد في رواج لهالغراض، لانه هيدي الغراض عم تقدر تماشي هالشي هيدا. طيب انت هلا اللي لبستيه من هيدا اللي لبسته هو خرس شغل كمان عكار، منطقه بعكار، هيدا كانوا يعملوه حطه على الراس يحطوه وقت اللي يتجوزوا وقت اللي خلفوا حتى يردوا شعراتهم وقت بيكونوا بدهم يردعوا الولد. اخذنا التقنيه اللي موجوده ودخلناها ب شال حلو الواحد يحطه اذا ظهر ظاهر. نعم. اذا بده يسهر. طيب شو بيعطي يعني الحدا اللي عم يشتري؟ فاذا بتشوف انت هيدا تشويه ما بعرف. بس انتو شو عم يعني من عند مين اكثر شيء رواج هالامور؟ الرواج مثل ما كنت عم بقول لك انه حيلا حدا على باله يهدي هديه، وبده يهدي هديه مش بالضروره تكون موجود ومش مش بالضروره تكون موجود منها سريات كاس حدنه. يعني شوي فيها تفرد، فيها تميز، فيها شيء بيظهر عن فيها الهوية اللبنانية وفيها الهوية. يعني أنا ما بدي أشتري بس غرض لأنه عنده قيمة مادية، أنا بحب أشتريه. وبين معنا بإحدى الدراسات أنه الزبونات اللي بحبوا يشتروا الحرف في كتير أمور رمزية عم يشتروها مع الغرض. يعني بتذكر في سيدة كنت عم بسألها بالمحل ليش عم تشتري، هي كان جاية من برا، قالت لي وقت بشتري من عندكم باخد ريحة بيروت معي. يعني بمعنى أنه دوافع اللي بتخلي هالناس تشتري مش بس لأنه بدها الغرض وبدأ استعماله، لأنه كمان بشي محل مثل ما كان عم بيقول رجاء بيردونا على ذاكرة معينة، على شعور معين، على إحساس معين أنه نحن عنا شيء مختلف. طيب. ومميز. أنتو كمان على رجاء أنت قصص حديثة عم بتدخل عليها الذاكرة اللبنانية، الذاكرة اللبنانية التراثية أو العصرية أو المرتبطة يعني بالعصر الذهبي لبيروت وللبنان. هل فكرت مثلا تشتغل على جزدان؟ كيف كان الجزدان مثلا اللبناني بال 1850 عملنا وتقدمه بطريقة عملنا إذا عملنا عملت عكس فكرة عم تقول عنا أنت. هي عملنا الطربوش اللبناني يلي الجنراسيون تبعنا أو الأصغر منا يلي بقى موجودة على بقى يشوفوها ما عنده جده بيلبسه أو لانه بطلوا عمل انه بطلت ترندي بطلت دارجه. ايه حبيت تو انتروديوس ات لهيدي الجنريشن الجديده لانه ما بيعرف شو الطربوش. عملت لهم جزدان فيري فانكي برنتد عليه الشرشوب من فوق معمول بنفس طريقه. عندك اياه هون؟ لا بس بعته مع الصور. هلا مش بحكي لك حبيبي بتعرف اللبادة؟ اكيد اللبادة. انتوا عندكم لبادة بالمحل؟ نحن كان عندنا، وعلى فكره تقنيه شغل اللبادة تقنيه كثير مميزه بشغل الصوف. نعم. رح وقفكم لانه اللبادة علامه من علامات الرجوله قديما. بحب اعرفكم على يوسف عقيقه من بلده يحشوش بكسروان، هو احد اخر مصممي وصناع اللبادة اللبنانيه، اكتسب هالحرفه من جده وهو امين على كل التقاليد وتقليد صناعتها بالطريقه التقليديه مثل ما كانت من مئات السنوات. خلينا نتعرف عليه. هيدي الحرفة تعلمتها من المرحوم جدي، كان عمري 25 سنة تقريبا لما تعلمتها. لقيتها صعبة أول شيء، بس بعدين بس بلشت أنا وحدي كل مرة لقيها أهي من مرة، تصارت هيني صارت شغلتها على السريع أعملها. اللبادة هي أساسها من أيام الفينيقية، بتنعمل بالصوف الخروف والمي والصابون. تركيا، سوريا، أوروبا كلها كلهم بيشتغلوا فيها، بس كل بلد بسموها شيء. نحن بنسميها اللبادة، هن كل مقطع بسموها شيء. أساسا كانت تلبس مثل بالسعة، تلبس بتدفي الراس لأنه صوف ما بفوت عليها مي هيدي، هلا بطل حدا يلبسها، صارت تراث بس. بيلبس اللبادة إذا وطى راسه بده تقلب، بده يضل راسه عالي تضل اللبادة صامدة على راسه. شغل اللبادة هواية عندي، أنا بشتغل مزارع بالأرض.
هلا انا حياتي هون عايش بالارض، حياتي رايقه، بحط فترات وصال الواحد على الرواق يقعد يختل بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه، يقعد هيك مثل ما بيقولوا مثل ناسك. فينا نخلق الشكل اللي بدنا اياه، يعني في اللبادة الأساسية أنا اللي تعلمتها، بعدين صرت أخترع البرنات كوي بوي، كاسكات أرسم عليها العالم اللبناني، كثير أعمل مسبحة. هلا عنا بالماضي جدودنا كانوا يشتغلوا يعملوا لبادة، يعملوا بساط بالأرض، كله من الصوف، ما كان حدا يشتري، بينما هلا على الشغل على الإيد في عندك إحساس، عم تحس بإيدك عم تشتغلي بالصوف، يعني عم تحس بالشغلة بإيدك عم تشتغليها. في شعور غير المكنة، المكنة مكنة حديد. جدي كنت أنا بدك تقولي حصته هوني، هنا مرحم جدي وأنا وأمي، هو علمني إياها وراح ضل حافظ عليها وراح جرب علمها للولاد. حلو الدال مستمرة، إنه حرفة تراثية، إذا الواحد دال مستمر فيها بدال ذكر للتاريخ. وهلا ان شاء الله هالجيل الجديد ان شاء الله بعد يهتم فيها وده اللي حافظ عليها، لانه في اشياء حرفه كثير مثل حرفتي كمان عم تنقرض عم تخلص. هلا عم جرب انا قد ما فيي بالمعارض والمقابلات احكي عنها وفرجيها للناس، واللي بحب يتعلم هو بيقدر يتعلم من الصعب عليه. هيدي هي اللبادة. هل بتفكر مثلا تعمل جزدان من لبادة؟ حلوة الفكرة و it's inspiring، بس بعد ما اجت على بالي الفكرة صراحة. عملنا الطربوش الأحمر، هو أحمر بس عملناه هيك على برينس فونكي وشوي. نعم. هلا هي كمان أكتر شيء عم ياخذوا شعبية الخط العربي، صح؟ هلا نحن عنا بي لغوز دوسيم عاملين كولكشن للكوتس وأقوال جبران خليل جبران، هيدي وحدة منهم، وهيدي مثل ما تفضلت رولا وقالت عم تحكي كانت على التطريز، هذا مطرز كمان على الايد كلها كمان اكيد. نعم. كريستال. طب اسعارهم كيف؟ افوردبل ومش افوردبل. لا انه في اسعار، يعني انه في. نعم. رينج، لانه قصة الأسعار قصة كتير صعبة، لأنه من جهة يعني إذا بدي أحكي عن الحرف اللبناني هو كمان مشروع اجتماعي، يعني تيخلق فرص عمل، ومن آمن نحن أنه الحرف هي مجال تنموي مهم لأنه بيطال صغار المنتجين. وقت تجي تحكي عن السعر بدك تعطي الناس حقها، وبنفس الوقت انت عم تعمل موديل احيان بياخذ معنا شهر حتى يزبط، وبعدين شغل وبيكون عم يتدخل فيه، يعني مثل ما عم بيقول رجا تقنيات مختلفه، مش ايد واحده عم تشتغل فيه، وبدها تكون النوعيه والجوده طولت حتى قدرت. نعم. عملته وما فيكم بازاري يعني، ما هيك، والا بنصير عم نشوه مثل. نعم. ما كنت عم بتقول خوف التشويه، فمشان هيك الاسعار مش انه بدي اقول مبرره، بس انه اكيد هي بدها تكون اغلى من اي شيء صناعي عم بينتج كميات وعم بكب كميات وما في ايدين. نعم. عم تشتغل فيه. طب انتم في عندكم مصممين بالحرف اللبناني اللي بيشتغلوا معكم، هل بتشعروا بهيدي السلطه انه انتم عم تلعبوا بالهويه التراثيه اللبنانيه او عم بتطوروا؟ يمكن انا من اكثر الاشخاص بالحرف اللبناني اللي بيقدر يجاوبك على هالشيء، لانه انا بين المصممه مدام مايا عيد الاساسيه بالارتيزان وبين الحرفيين يلي بدهم ينفذوا، ف أنا بقدر جاوبك. صدقني أنه في فخر عند الحرفيين وقت اللي بيقدروا ينفذوا فكرة جديدة وبيكونوا هن مقتنعين فيها، وحتى أحيانا بنفوت معهم بالتقنيات حتى. نعم. يقدروا ينفذوا هالفكرة. ما بيقاوموا أنه نحن بنعرف هيدا الشيء من أمنا ومن جدنا. أنا رح لك بيقاوموا بمعنى أنه لا ما بتزبط. طيب خلينا ناخذ شوية وقت معكم ونشوف إذا عملنا بهالطريقة بتزبط، يعني بدها كتير واحد يكون باله طويل بصراحة، إن كان من قبلنا وإن كان من قبلهم، وبده واحد يتحمل المساطر يلي ما بتزبط ويلي عم تتكرر حتى بالآخر نوصل للمنتج يلي كلنا بنكون راضيين عنه. نعم، والهم تبعكم هو العصرنة، يعني أكيد، يعني هي إذا بدي أحكي أنا عن حيالله حرفة، أنه كان اللي كان عم ينعمل كان عم يعمل لأنه عايزينه، إذا بياخد السلة أو اللبادة أو حيالله شيء أنت بتاخده من اللي بتعرفه قبل، كانوا يستعملوه، مشان هيك كان هالقد في رواج، مشان هيك كان صاحب اللي الحرفة يعيش منها. نعم. إذا اليوم بدك يضل
صاحب الحرفة يعيش منها، ضروري أنه المنتج تبعه يكون يستعمل ويستعمل بذوق اليوم. نعم. أنت عم تعتمد على مين بتصنيع منتجاتك؟ عندي أكيب أنا ديزاين. نعم. ديزاينرز يعني أنا منهم، إلاستريترز معي بالشغل، نعطي الفكرة منتشاور فيها من. وأهم الرسالة اللي بتسعوا أنكم تقدموها هي السلوغن تبع لغوز دو سيم، stick to your roots. تمسك بجذورك. كنت لبناني، عراقي، فرنساوي، حيالة جنسية عندك إياها، تمسك بجذورك، لأنه نحن اليوم مثل ما عم نشوف هيدي the main message behind La Rose de Sim، هي نتمسك بجذورنا، نقول للعالم تمشي يعني فل، روح على مطرح ما بدك، جيب الباسبور اللي بدك اياه اذا بسهل لك حياتك، بس ما تكب باسبور لبناني وتنسى انك لبناني. وهذا الكونسيبت اللي نحن عم نعمله عن لبنان، على فكره مش بس كلبنان، عنا الاريتاج اللبناني بيلعب دور كبير بالكونسيبت تبعنا، بس عنا البوب ارت، عنا الارابيسك، عنا كثير. وعم بيحبوا الاجانب كمان كثير هالمنتج، كثير عم بيحبوا. لان اول شيء كمان وي ار تارجتينج الكالتشرز الثانيه. نعم. يعني عم نعمل باسبور التونسي والكويتي والقطري والسعودي واليوروبيين، لانه على هذا الكونسيبت ادابتبل على. نعم. الكالتشرز الثانيه. هي كيف طلعت معك الفكره اول مره رجع؟ هي طلعت صراحه من شوق لاهلي، هيك كنت مشتاق لهم، فوت على صورهم، صور بيروت القديمة، وتشوف شوف صور بيروت القديمة بالستينات والسبعينات. نعم. مشان هيك أكثر شيء مركزين على هيدي الإبوك وقتها. نعم. نعم. ستنا أي منطقة بعدها لليوم أكثر شيء محافظة على الشغل الحرفي؟ لك بلبنان يعني أكيد الساحل مثل بكل بلدان العالم أغنى بالحرف، بس كمان في عندك الحرف يلي موجودة بالجرود وبالجبل، وكل وحدة يعني عندها مبرر ليش موجوده. نعم. هون ان كان بالمواد الاوليه اللي كانت تستعملها او بس هي منطقه بعدها هلا اكثر شيء بتلاقوا فيها متعامله. انا بنحاز شوي لطرابلس، لانه فعلا طرابلس مدينه من اغنى المدن بالحرف، واللي بعدها على طبيعتها وبعدها ما استثمرت وما. نعم. نعطاها حقها وانبرزت مثل ما لازم. نعم. رولا ورجا شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. حبينا نضوي بهذه الفقره على هالحركه اللي عم بتصير بعصرنه التراث اللبناني. استراحه وبنرجع، ومن بعد الاعلان رح نحكي بتجربه اداء اميل ابو. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الاعلان على الرقم 01 48 48 80.